السنغال على موريتانيا موسميا في استيراد الأضاحي من الأسواق الموريتانية، حيث يعبر الآلاف تجار الموريتانيين الحدود السنغالية لتأمين الأسواق المحلية لداكار وضواحيه من المواشي. وتستمر الزيارة التي تنظمها وزارة البيطرة السنغالية لنواكشوط لتوقيع الاتفاق بين البلدين. اجتماع بموريتانيا لحسم بعض التفاصيل بين وزيرتي البيطرة الموريتانية والسنغالية. تريد الآخرة من موريتانيا تسهيل عملية تصدير الأضاحي إلى الجارة السنغال، وهي عادة دأبت عليها السنغال منذ سنوات، حيث تستورد آلاف الأعياد من موريتانيا بحكم الجوار والثروة الحيوانية الهائلة التي تسخر بها موريتانيا. إن هذا الاجتماع الذي ينعقد اليوم تحت رئاستنا المشتركة ويضم الفاعلين الاقتصاديين ليؤكدوا كل كما جرت العادة على أن اتخاذ التدابير الضرورية لتمويل الأسواق السنغالية بالأضاحي سيتم في ظروف جيدة، كما أن بلادنا وفي إطار مشروع الجهوي للدعم النظام الرعوي في الساحل سيباشر في القريب العاجل تحديد المناطق الحدودية التي ستشيد عليها الأسواق الماشية، وهو ما سيسهل في المستقبل التعاملات التجارية المتعلقة بتسويق المواشي وإيجاد فضاء للتشاور بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. ليست الأعياد وحدها هي ما جعلت السنغال تعقد هذا الاجتماع بموريتانيا، فمشاكل التسويق والانتجاع تطرح نفسها بإلحاح بين البلدين اللذين ترعى مواشي كل منهما داخل أراضي الآخر نظرا للاتفاقيات بينهما. في مجال التنمية الحيوانية وقع البلدان على اتفاقيتين، الأولى 2006 وتشمل اتفاقا ينظم الانتجاع بين البلدين، والأخرى 2013 وتشمل الصحة الحيوانية وما يترتب عليها. في الآونة الأخيرة عاش البلدان تجاذبا في سياسة الانتجاع بينهما، تلك السياسة التي شكل لها لجنة استشارية ينص فيها القانون على عقد اجتماعات دولية لا تقل عن واحد كل عام. وفي يونيو الماضي أصدرت السنغال تعميما من طرف واحد يقضي بطرد جميع قطعان الإبل الموريتانية على أراضيها، وأعطت لذلك مهلة أقصاها 30 من يوليو، إلا أنها تراجعت عن القرار. وتقدر الأرقام عدد المواشي الموريتانية بالسنغال بعشرين ألف رأس مقابل ما يقارب 15,000 رأس من الأبقار للسنغال بموريتانيا. توصلت موريتانيا والسنغال إلى اتفاق يضمن توفير آلاف الأضاحي للجمهورية السنغالية من الأسواق الموريتانية. وكانت وزيرة البيطرة الموريتانية فاطمة فالم تصوينع أكدت أن السلطات الموريتانية ستلتزم تماما ببنود هذا الاتفاق. وفي إطار ذلك، في إطار تنفيذ هذا الاتفاق إن شاء الله، ونحن من جانبنا كحكومة موريتانية وكوزارة البيطرة متمثلة بالسلطات الإدارية للولايات الحدودية ومتمثلة في سفارتنا في سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في السنغال وجميع المصالح الجهوية والفنية، إن شاء الله بالتنفيذ آليات وأخذ جميع الاحتياطات اللي يمكن أن تساعد على توفير الأضاحي أثناء العيد الكبير للأشقاء بالسنغال، وتعتبر خطوة مهمة وتعودت عليها المصالح الفنية الموريتانية والسنغالية، واللي تأتي بظل التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية والعلاقات المتميزة اللي تربط البلدين الشقيقين. للمزيد